السؤال الثاني للأخ محمد سعيد يقول: هل مقولة نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه صحيحة؟ وماذا يترتب على منكري الشطر الثاني من مضاعفات إذا حملوا على مخالفيهم؟ وهل من أدب الاختلاف في الإسلام ألا نعذر مخالفينا في الاجتهاد في الفرعيات؟ القاعدة كما قلت مش نجتمع على ما اتفقنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه، يعني لكي نعمل عملا للإسلام ولنصرة الإسلام والأمة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية ومقامة أعداء الإسلام، لابد أن نعمل على كل ما يوحد الأمة ويبعد الفرقة فيما بينها. أعداء الأمة يريدون أن يفرقوها ويمزقوها شر ممزق بكل الوسائل. البلاد التي فيها مسلمين وغير مسلمين يشيعوا الأقليات غير الإسلامية مثل مصر كده، يحاولوا يعملوا فتنة أقباط ومسلمين. البلاد اللي فيها سنة وشيعة يحاولوا أن يصيروا السنة والشيعة بعضهم على بعض، مثل كما في البحرين للأسف، يعني فتن. يعني كان طول عمر الشيعة موجودين في البحرين ولم يحدث شيء، هناك فتن تثار بين المسلمين بعضهم وبعض. البلاد التي ليس فيها شيعة وسنة يحاولون أن يثيروا فيها فتنا من نوع آخر، سلفية وصوفية، مذهبية ولا مذهبية، يعني أنواع من هذا كله لا يجوز أن نصغي إليه، ولا يجوز أن نفتح عقولنا وقلوبنا لهذه الوساوس والهوادث التي ليس من ورائها إلا تمزيق الأمة. الشيخ رشيد قال هذه الكلمة الحكيمة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني الذي نتفق عليه كثير جدا، فيجب أن نتعاون فيه. نتفق على محاربة الإلحاد ومحاربة الشيوعية، نتعاون في هذا الأمر. نتفق على محاربة التحلل والإباحية، كل دعوة إلى التحلل والإباحية والخلاعة ونقف ضدها، ضد تبرج النساء، ضد التحلل من الأخلاق والفضائل. يعني نتفق على إن الصلاة فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان، يجب نتعاون على أن يقيم الناس الصلاة، ونتعاون على كل ما يحبب الناس إلى هذه الفريضة أو يحبب الفريضة إلى هؤلاء الناس. هناك الأشياء كثيرة نتفق عليه، فهذه الأشياء يجب نتعاون فيها وهي كثيرة جدا وتحتاج إلى أوقات وجهود وأموال وعقول، فلنتعاون في هذه القضية. هناك أشياء يختلف فيها الناس، لا يمكن، الذين يحاولون رفع الخلاف لا يزيدون المسلمين إلا خلاف، الذين يريدون إلغاء المذاهب بالكلية يزيدون مذهبا خامسا أو ثامنا أو تاسعا. يعني فنحن لا نستطيع أن نرفع، لأن الاختلاف كما قلت في الكتاب الصحوة الإسلامية الذي أشرت إليه، الاختلاف ضرورة ورحمة وسعة، ضرورة تقتضيها طبيعة الدين وطبيعة اللغة وطبيعة البشر وطبيعة الكون والحياة، فهذا المقام لا يتسع لبسط هذا الأمر. إنما الاختلاف لابد منه، لو أراد ربنا يجعل الناس كلها على رأي واحد كان ينزل كتابه آيات محكمات قاطعات الدلالة، ولكن أنزل كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ودعا من مصادر الدين الحديث، والحديث يعني معظم ثبوت الحديث 99% من الحديث أو أكثر ثبوته ظني، المتواتر واللي ثبوته يقيني، ففي ظنية في الثبوت وظنية في الدلالة، والقرآن في قطعية في الثبوت وظنية في الدلالة، فسيظل الناس يعني يختلفون.
مستحيل أن يجتمع الناس اللغة نفسها، لأن في حقيقة وفيه مجاز. واحد يقرأ أو لامستم النساء فيفهم لامستم، يعني وضع البشر على البشر. وابن عباس يقول اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع، إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. فلذلك يعني سيظل الناس يختلفون، فالأولى ما دمنا سنختلف ولا محالة أن يعذر بعضنا بعضا في الأشياء المختلف فيه. وعلماءنا من قديم قالوا لا إنكار في المسائل الاجتهادية، ما دامت المسائل قابلة للاجتهاد. ومعنى قابلة للاجتهاد أنها ليست مسألة ثابتة بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والمسائل التي الثابتة بالنص القطعي الثبوت مسائل محدودة جدا، وده من رحمة الله هي محدودة جدا، ولكنها مهمة جدا أيضا، لأنها التي تجسد وحدة الأمة، تجسد الثوابت الفكرية والشعورية والسلوكية والعملية للأمة. فهذه المنطقة المغلقة التي لا يدخلها اجتهاد ولا تطور ولا تغيير بسبب الزمان أو المكان أو العرف أو الحال، لكن الأشياء الأخرى هي التي قال فيها ابن القيم إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال، فلابد أن نراعي هذا. فلازم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا ما كان عليه سلف الأمة، كانوا يعذروا بعضهم. الصحابة اختلفوا وعاها بعضهم بعضا، حتى سيدنا عمر يعني قال أنا رأيي كذا وكذا ورأي زيد بن ثابت كذا وكذا، فقال له بعض أصحابه طيب ولماذا تلزم الناس برأيك وأنت أمير المؤمنين؟ فقال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله لفعلت ذلك، ولكن أردك إلى رأي يعني فهم عندي معين، والرأي مشترك، رأي زيد بن ثابت مثل رأيي، فما دام ليس نصا صريحا من كتاب الله وسنة رسول الله فهذا يحتمل الخلاف، ولم يحتمل الخلاف يبقى لابد أن يتسامح الناس فيما اختلفوا فيه، لابد من هذا التسامح كما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة العظام، صلى بعضهم وراء بعض. الإمام أحمد يعني كان من رأيه أنه يعني الرعاف أو سيلان الدم والأشياء دي ينقض الوضوء إذا كان شيء يعني كثير، فقيل له طيب لو الجماعة الذين لا يرون ذلك هل تصلي وراءهم؟ قال كيف لا أصلي وراء سعيد بن المسيب ومالك بن أنس، يعني سعيد بن المسيب يرى هذا الرأي خلاف رأيي أنا، إذا كنت أنا موجود وسعيد بن المسيب هو الإمام ما صليش وراءه، أو مالك بن أنس هو الإمام لا أصلي وراءه؟ فهذا هو الفقه، فقه المتسامح المرن. إنما بعض الناس المسلمين جم في عصورة التعصب والانغلاق والجمود والتقليد الأعمى، وكان بعضهم لا يصلي وراء بعض، يقول لك آه لا أنا إزاي أصلي وراء الشافعي، يصلي وراء الحنفي والحنفي يقول إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأنا شافعي أقول إزاي يمكن يكون لمس امرأة؟ طيب أنت مالك، هو مذهبه يجيز له هذا، يقول لك لا ده أنا في مذهبي يكون أنا باطلا هذا. فالتعصب والشافعي بنفس الشيء يقول لك أنا يعني رأيي ان لمس او بالعكس لو صلى واحد يعني شافعي ويقول لك مثلا يمسح ثلاث شعرات من رأسه، والحنفي يقول لابد من ربع الرأس، المالكي يقول لابد من كل الرأس، وكذلك الحنبلي. طب صلى واحد شافعي فعصر التعصب لك لا لا نجيز الصلاة يعني. وبعضهم يعني اتكلم حد هل زوج هل ابنة الشافعي كفء لابنة الحنفي او ابنة الحنفي كفء لابنة الشافعي، ولا يجوز يعني دخلوا في اشياء يعني عجيبة.
هذا ما دعا إليه إلا التعصب. ف أنا أرى إنه هذه القاعدة صحيحة، قاعدة المنار الذهبية هذه، ولا مخلص لنا في عصرنا من هذا التمزق الذي نشهده، وهو من عمل أعدائنا الذين شعروه من قديم فرق تسد. لا مخلص لنا إلا بهذه القاعدة، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.